الترجي الرياضي بثبات يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية. الانتصار السادس على التوالي جاء على حساب نادي البنزرتي، وعلى أرضية ميدان صعبة عرف الترجي كيفاش يتعامل معها بفضل كرة الثقة. في الجانب المقابل نادي البنزرتي لا ينتصر في رابع لقاء على التوالي في مباراة كانت صعبة على أبناء المدرب غازي الغري. طمنا على الصحة متاعك وعلى الإسلام. الحمد لله يا ربي، حكم ربي لا اعتراض، حكم ربي قضاء وقدر، ونحن هنا بالكرة معرضين لهذا وأكثر. واحد يقول الحمد لله هذا مش أكثر، إن شاء الله واحد يأخذ وقته في العلاج، والحمد لله الأوبراسيون العملية تعديت في أحسن ما يكون. كهو هذيك الكرة. الترجي الرياضي منذ البداية حاول مباغاة الحارس الشاب أشرف الجلاسي عن طريق كل من سعد بقير وحسين الرق. في الجانب المقابل مهاجم نادي البنزرتي شادلي غرابي طلب ضربة جزاء، لكن الحكم هيثم القصعة يطلب مواصلة اللعب. الفرصة الأبرز تأتي من أقدام أحمد سيسي يتوغل يسدد، الحارس معجب بن شريفية يرجع الكرة في مرة أولى، علي المشاني حاسم في مرة ثانية أمام يوسف أمبينجي. مرة أخرى شادلي غراب سريع يتوغل يسدد دون خطورة على مرمى الحارس بن شريفية. هذه محاولة أخرى للنادي البنزرتي طالب من خلالها أحمد سيسي بضربة جزاء. 40 دقيقة لعب، ركنية للترجي، سعد بقير ينفذ، وفخر الدين بن يوسف دون رقابة يفتتح النتيجة إباغة الحارس أشرف الجلاسي. شوط أول ينهيه الترجي متقدم أمام النادي البنزرتي بهدف لصفر. الشوط الثاني يدخل فيه الترجي بقوة بواقعية كبيرة، يستغل الكرة الثابتة بنفس الكيفية يضعف النتيجة. الإمضاء فيها المرة من هدف البطولة بستة أهداف طه ياسين الخميس. بعد الهدف الثاني أحمد سيسي حاول مباغاة حارس الترجي يسدد، بن شريفية يتصدى. في الجانب المقابل طه ياسين الخميس يرفض الهدية، تسديدته بعيدة على مرمى جلس. الهجوم يتحول للنادي البنزرتي، الشادلي غرب في مرة أولى يسدد جانبية، ثم في محاولة ثانية يتحصل على ضربة جزاء. حمزة المثلوف ينفذ يذلل الفارق في توقيت 86 دقيقة. نقطة قوة الترجي في هالمباراة الكرة الثابتة، بديل سعد بقير الياس جلاسي ينفذ مخالفة مباشرة يباغت بها الحارس أشرف جلاسي. 3-1 هي النتيجة النهائية للمباراة، والانتصار يحمل الرقم 62 للترجي الرياضي أمام النادي البنزرتي من مجموع 117 مباراة في البطولة. اليوم وجدنا يعني الظله نتاعنا معناتها في الكرة الثابته، فالحمد لله لقيناها في وقت صعيب وجات في وقتها. خدمنا على الكرة الثابته لكن عملنا اخطاء نتاع محاصره نتاع تمركز، كلفونا اهداف في 3 كرات اللي قبلناهم، عملنا اخطاء والمنافس عرف يستثمره، ورغم اللي كنا على مجمل المباراه واقفين وحاولنا معناها نلعبوا بالامكانيات المتاحه. بعد كذا قبل جزء بلدي في ماتش صعيب برشا باش ترجع في الماتش نتاعك، رجعنا رابيرانتي حابين نعاود نعدلوا، جاي بلدي مركاوي هما قدموا الماتش براتيكمون، نتعلموا من اخطائنا ظل الولاد الكل صغار وناقصين برشا خبره. انتصار اخر خلينا نخدموا باكثر اريحيه، خلي كونفيونس تدخل بالكدا في الجروب، ان شاء الله نكملوا هكا. مازالت لنا بارتي نتاع ستاد بعد كيب ناسيونال، ان شاء الله نكملوا ب 3 بوان باش تكون التريف باهية بالنسبة لنا إن شاء الله. سي يوسف، الفت انتباهي في الفيديو اللي تعادها توا انه كيما عمر صويح كيما غازي غراي يقول لك خدمنا على الكرات الثابتة. سي بي خاسرة لكن ما عرفتش تستغل الكرات الثابتة، بينما الاسبيرونس يبدو انها احسن تستغل الكرات الثابتة. ممكن انت فسرت توا، عندي وقت نتكلم توا؟ اي بيان سور عندك وقت. انت فسرت توا، هذا خدم الكرات الثابته نجح وهذا خدم الكرات الثابته ما نجحش، وهي المقابله ككل هي هذا الملخص نتاعها. اللي الترجي الرياضي التونسي عمل مقابله، وهو نعرف ان الترجي التونسي وقت يتنقل بنزرت مع السي ابي ديما يتنقل في حذر، مهما يكون الفورمه نتاعه. صحيح. مهما تكون الفورمه نتاعه ومهما تكون الحاله نتاع النادي الرياضي البنزرتي، ديما يتنقل وهو في حذر زاد كبير يتنقل، وهذا ما صار. معنى كي هبط الترجي الرياضي التونسي هبط، ما نقولوش حذر على مستوى التفكير الدفاعي، لكن كان متمركز وكان يعرف كيفاش يتعامل في المقابله هذه، لان الميدان هذا ما يقدرش يلعب فيه كما يحب هو في رادس. وحتى كان خذا هنا الاحصائيات تقول هو خذا اكثر امتلاك كوره،
لكن الامتلاك الكره ما ترجمتلوش فرص نتاع اهداف واضحه، بل بالعكس معناها زوز فرص اللي جاوا للنادي الرياضي البنزرتي في الشوط الاول كانوا يقلبوا وجه المقابله بعد اذا فما كانت نجاح. لكن هنا الترجي الرياضي التونسي تعامل مع المقابله اكثر واقعيه، وتعامل مع المقابله بطبيعه الحال هو في حاله مرتاح، يلعب براحه ويلعب بثقه في النفس، وهذا يمكن المقابله الخامسه على التوالي اللي هو انتصر فيها، هذا ما يترجم النجاح نتاع الترجي الرياضي التونسي والاخفاق نتاع النادي الرياضي المنزرتي. وكينا نشوفوا الاربع اهداف كانوا على ضربات ثابته، معناها زوز ركنيات كره معناها كفره وضربه جزاء، معناها اربع كور ضربات ثابته. لكن هذا النادي الرياضي البنزرتي ما عرفش يتعامل مع الفرص اللي جاته. ككل المقابله اللي شفناه، انا اخترت فيتيار اللي يعطي وقت اللي الترجي الرياضي التونسي ما استعملش تطليع الكره، معناها هنا نقول انا طيش الكره، معناها الكره ياخوها الملاعبيه نتاع السي بي ويطلعوا بهم، حتى الكره الثانيه مش موجوده بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. وشوف هنا كيفاش الفرصه تخلقت، فما مساحه والمساحه مسموح باش يمشي بها ومشى بها، لعب غراب مشى بها وطلبين الكره بذكاء بالنسبه لساسي اللي هو هالملاعبي هذايا هو اللي يعطي الاضافه الفنيه بالنسبه للنادي الرياضي المنزرتي، ونجح في اول لمسه الحارس مربع رجعها. وفي ان الواحد معنا يوسف كان من الوراء وعلي المشاني معنا فسخ الهدف، هذه فرصه كانت واضحه واضحه تماما. فرصه ثانيه جات كيف التوقيت نتاع علي المشاني تخلقت به فرصه اللي هذه نجم نقول الفرصه هذه عدم التوازن نتاعو هو اللي خلى ما ضيع الفرصه هذه، مش ما الترجي الرياضي التونسي وقفها، حب يقول الغلطات الموجوده ما استعملهمش النجم السيابي، لكن بالعكس ان الترجي الرياضي التونسي استعمل غلطات بثبات. هذه الركنيه الاولى معناها على طول معناها وحده ما بين ثلاثه القدامي اللاعب نتاع النادي الرياضي البنزرتي لازم يكون قدام خنيسي مش وراء خنيسي. هذه الكره الثانيه شوف وحده تماما، حتى في التمارين ما نعملوهاش احنا، معنا المدربين ما يعملوهاش، هذه وحده على طول وسجل الهدف الثاني، هذوما غلطات بدائيه. والهدف الثالث حارس المرمى على الخط معنا كي تبلانجا يبلانجا في وسط المرمى ما يتبلاش خارج المرمى. ثلاثه اهداف اللي هما كانوا قضاوا على المقابله بالنسبه للترجي التونسي.